مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، ونطالع فيها أهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الإخبارية. والبداية من موقع التغيير نت، والذي قال نقلا عن وكالة رويترز بناء على وثائق حصلت عليها هذه الوكالة العالمية، إن أكبر تجار اليمن أوقفوا واردات القمح الجديدة بسبب أزمة في البنك المركزي في انتكاسة أخرى للبلد الذي مزقته الحرب، حيث يعاني الملايين من نقص شديد في التغذية. مصدر في البنك المركزي بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون قال إن البنك لا يستطيع الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي على الإطلاق. وأضاف المصدر سيكون على المستوردين التحول إلى البنك المركزي في عدن للحصول على النقد الأجنبي، وواردات القمح متوقفة منذ أقل من شهر، أما الاحتياطيات تكفي قرابة شهرين حاليا مع وصول بعض الصفقات السابقة. وقال صلاح الحاج حسن ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو في اليمن، قال لوكالة رويترز إن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سيكون له تأثير مدمر على الأداء الاقتصادي المتدهور بالفعل، والتجار العاملون في مجال استيراد الأغذية قلقون من أنه ما لم تكن هناك ترتيبات بديلة فإن القرار سيتركهم مكشوفون ماليا ويجعل من الصعب جلب إمدادات إلى اليمن. موقع صهاريج نت عنوان مسؤول دولي: اليمن على حافة المجاعة. حيث قال أكبر مسؤول إغاثة دولي في اليمن إن الكارثة الإنسانية تتفاقم في وقت تسببت فيه الحرب بتخريب الاقتصاد ووقف توزيع الإمدادات الغذائية، ما يدفع البلاد إلى شفا المجاعة. وقال جيمي ليدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن: الأطفال يموتون في مختلف أنحاء هذا البلد. وتقول الأمم المتحدة إن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين حرمت أكثر من 14 مليون نسمة، هم نصف عدد السكان، من الأمن الغذائي، 7 ملايين منهم يتضورون جوعا. موقع الموقع بوست قال رئيس رابطة طلاب اليمن في روسيا يكشف للموقع بوست أسباب وقف التصعيد ضد السفارة. رئيس رابطة طلاب اليمن في روسيا الاتحادية ردفان الماس قال لموقع الموقع بوست إن الطلاب حصلوا على وعود من قبل الملحقية باستلام المستحقات، إضافة إلى صدور توجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسفارة اليمنية في موسكو، وهو ما دفعهم إلى تعليق إغلاق مبنى السفارة. وأضاف الماس أنه بعد محاولات عديدة قامت بها الرابطة بهدف التوصل لحل معاناة الطلاب، نفذت الرابطة أمس أولى خطواتها التصعيدية للاستجابة لمطالبهم متمثلة في إغلاق مبنى السفارة. متى سيستعيد اليمنيون دولتهم؟ بهذا العنوان كتب عبد الناصر المودع مقالا نشره في موقع المصدر أونلاين، وقال في أجزاء منه: بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 من سبتمبر 2014 دخلت اليمن عمليا عصرا لا دولة، فميليشيات الحوثي لا تملك المؤهلات الذاتية والموضعية لحكم الدولة اليمنية بكامل مساحتها وجميع سكانها، وأقصى ما يمكن أن تحققه هو خلق كيان استبدادي شمولي في بعض الأجزاء من اليمن يعيش معزولا عن محيطه الإقليمي وينخرط في حالة من الحرب والصراع مع قوى وربما كيانات أخرى متناقضة معه سياسيا ومذهبيا وجغرافيا، وهو الوضع الذي يعيشه اليمن حاليا وسيستمر بالسير عليه حتى تتخلق ظروف جديدة معاكسة. وقد ساهم في نشوء هذا الوضع الطريقة التي تعاملت بها القوى الداخلية والخارجية مع سيطرة الحوثية على مفاصل الدولة في صنعاء. فعلى المستوى الداخلي اتصف أداء القوى الداخلية بمزيج من الانتهازية والجبن والتآمر والتواطؤ وقصر النظر، فرأس الدولة والذي كان يقع على عاتقه حماية الدولة وتحديدا عاصمتها تآمر مع الحوثيين قبل وبعد دخولهم صنعاء اعتقادا منه بأنهم سيعززون من سلطته الركيكة. والرئيس السابق صالح وأنصاره في مؤسسات الدولة وبالذات العسكرية والأمنية سهلوا لهم السيطرة على الأرض ومؤسسات الدولة، فيما تعامل خصوم الحوثيين مع تمددهم بالجبن وسوء التخطيط والتردد. وقد أدى كل ذلك إلى تمكين الحوثيين من الدولة اليمنية بشكل شبه مجاني ودون خسائر تذكر. وحين قادت السعودية عملية عسكرية لمواجهة الحوثيين
استبشر الكثير من اليمنيين خيرا، اعتقادا منهم بأن هذه العملية ستعمل على استعادة الدولة اليمنية وتثبيت أركانها من جديد، غير أن الأمر لم يسري على هذا النحو، حيث تاهت السعودية في أجندات حلفائها اليمنيين المتصارعة حين حاول كل طرف بأن يوظف هذا التدخل لتقوية مركزه وتنفيذ أجندته. الخلاصة التي يمكن الخروج بها تشير إلى أن جميع اللاعبين المحليين والأجانب يرسخون بشكل واع أو غير واع حالة لا دولة في اليمن، وهو ما يعني بأن خطوات استعادة الدولة وبنائها لم تبدأ بعد، وما حدث لسوء الحظ ليس إلا صناعة للفوضى والتفكيك، والذي يجعل اليمنيين بعيدين عن استعادة دولتهم. موقع المشاهد نت عنوان في صفحته الرئيسية: مواطنون، الزراعة أنقذت سكان إب من المجاعة. يقول الموقع: ارتفع إنتاج المحصول الزراعي للموسم المنصرم في محافظة إب بنسب كبيرة عن الأعوام الماضية لمختلف أنواع الحبوب من الذرة والغرب والدخن والذرة الشامية، ويعود السبب في ارتفاع إنتاج المحاصيل لزيادة معدل هطول الأمطار مقارنة بالأعوام السابقة، وتوجه الناس إلى الاهتمام والعمل بالزراعة بعد أن توقفت أعمالهم ووظائفهم جراء الحرب. أم ياسر ربة بيت تعتمد أسرتها على شراء كميات من المنتج المحلي من الحبوب، قالت للمشاهد نت: أنتظر موسم الحصاد كل عام لشراء كميات من الحبوب البلدي، وهذا العام وجدنا مختلف الحبوب التي نريد في الأسواق وبأسعار مناسبة، لكن عدم صرف الرواتب أثر على مستوى شراء هذه الكميات. موقع يمن مونيتور عنوانة: إحباط محاولة استهداف أنبوب رئيسي للغاز الطبيعي في شبوة شرق اليمن. تقول التفاصيل إن الجيش اليمني انتزع متفجرات وعبوات ناسفة كانت تستهدف أنبوبا رئيسيا للغاز في محافظة شبوة. وقال مصدر عسكري ليمن مونيتور إن فرقة لنزع الألغام فككت متفجرات وعبوات ناسفة كانت الأنبوبة الرئيسية للغاز الطبيعي شمال ميناء بالحاف المطل على البحر العربي. وأضاف المصدر أن القوات اليمنية تقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن المسؤولين، وتفحص أماكن أخرى قد تكون مزروعة بمتفجرات أخرى. أما التطورات الميدانية فنستعرضها من خلال العناوين في موقع المصدر أونلاين، والبداية من البيضاء: سقوط جرحى من المدنيين إثر مهاجمة مسلحين حوثيين لمسجد في البيضاء. عنوان آخر: القوات الحكومية تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للإنقلابيين شرق صنعاء. ومن محافظة لحج يعنون الموقع: مقتل طفلة وإصابة والدها برصاصة قناص الحوثيين شمال محافظة لحج. ومن العناوين أيضا: مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع الإنقلابيين في صنعاء وتعز. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم. نبدأ جولة الصحف العربية من صحيفة العربي الجديد التي قالت إنه بخطوة غير متوقعة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن قرارات تسري على كل الجامعات منها الخاصة، تقضي برفع المعدل الأدنى لقبول الطلاب في الكليات، وأصبح لزاما على هؤلاء الحصول على مجموع في الثانوية العامة يقدر بنسبة 65% بعدما كان المطلوب 55%. كذلك اشترطت الوزارة على من يرغب من الطلاب في الانتقال من جامعة إلى أخرى الحصول على موافقتها المسبقة، فيما رفعت نسبة المقاعد المجانية المخصصة لموظفي الوزارة والفقراء في الجامعات الأهلية من 2 إلى 5%، وامتنعت عن اعتماد شهادات خريجي الجامعات الصادرة قبل عامين. تضيف الصحيفة: شعر آلاف الطلاب بالإحباط وبضياع مستقبلهم، لا سيما الذين لم ينجحوا في جمع المعدل الجديد المطلوب. يأتي ذلك ليفاقم حالتهم المتدهورة أساسا على خلفية الحرب القائمة في البلاد. مصدر أكاديمي للعرب الجديد عبر عن استغرابه من إصدار الوزارة مثل هذه القرارات الخطيرة والمتسرعة قبل أن تعمد إلى إعداد دراسة حول تداعياتها السلبية وسبل التخفيف من آثارها الضارة. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت:
عمل تخريبي يقطع الإنترنت والاتصالات عن عدن ولحج وأبين، حيث تعرض كابل الألياف الضوئية لعمل تخريبي ثان في الضالع، ما تسبب بانقطاع خدمة الإنترنت وحركة الاتصالات بمحافظات عدن ولحج وأبين، ما يؤشر إلى مؤامرة للإنقلابيين لعزل هذه المحافظات عن العالم بحسب الصحيفة. وقالت مصادر إن المؤسسة العامة للاتصالات كلفت فرقا فنية للنزول إلى موقع الحادث وإصلاح الكابل الذي تعرض للقطع وإعادة الوضع إلى طبيعته، إلا أن عملا تخريبيا ثانيا تسبب في خروج حركة الاتصالات وخدمة الإنترنت في المحافظات المذكورة، بالإضافة إلى خروج 10 جيجا من السعات الدولية لخدمة الإنترنت في اليمن. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فعنونت: الحوثيون يفتحون النار على المصلين في البيضاء. تقول الصحيفة: فتحت عناصر من ميليشيات الحوثي النار على مصلين بمسجد في مدينة البيضاء، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. وذكرت مصادر محلية ووسائل إعلام متعددة أن مسلحين من جماعة الحوثيين الإنقلابية اقتحموا قبيل صلاة الجمعة مسجد التوحيد وسط مدينة البيضاء. وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيون حاولوا فرض خطيب للجمعة موال لهم، وعندما فشلوا أطلقوا الرصاص الحي داخل المسجد، ما أسفر عن إصابة عدد من المصلين بجروح مختلفة، وقاموا أيضا بخطف عدد من المصلين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. صحيفة الخليج نشرت مقالا للكاتب حافظ البرغوثي بعنوان دول الطوائف في الأفق، قال فيه: التقسيمات الطائفية والعرقية المحتملة تدفع بمشروع يهودية إسرائيل إلى الأمام، وتفرض على المجتمع الدولي الاعتراف بها كدولة دينية لليهود. يكثر قادة الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة الحديث عن التقسيم الطائفي في سوريا والعراق كحل لما أسموه أزمات المنطقة، بدءا من وزير الحرب السابق موشي يعلون، وصولا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مرورا بكبار المسؤولين في الوزارات المختلفة. وإسرائيل تتمنى دوما إعادة تجزئة الأقطار العربية إلى دويلات عرقية وطائفية ضعيفة، لأنها ستبقى القوة المهيمنة في المنطقة بعد زوال القومية العربية وتحويلها الدول العربية إلى دول مسخ لا حول لها ولا قوة. جاءت الفتن والحروب في العراق وسوريا واليمن وليبيا لتفتح آفاقا جديدة أمام السياسة الإسرائيلية التي ترى أن التقسيمات الطائفية والعرقية المحتملة تدفع بمشروع يهودية إسرائيل إلى الأمام، وتفرض على المجتمع الدولي الاعتراف بها كدولة دينية لليهود، ما يعني ضمنا إسقاط حقوق العرب أصحاب الأرض مثلما أسقط وعد بلفور حقوقهم السياسية. ولعل التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا تنفذ حاليا نصوص المشروع الإسرائيلي في قيام الدول الطائفية، فالتقسيم وارد سواء في المخططات الإسرائيلية أو الأمريكية، لأن الولايات المتحدة تحبذ قيام دولة كردية متصلة الأرجاء في سوريا والعراق. فالمشاريع الكثيرة التي تم الحديث عنها مثل سايكس بيكو جديد ليست ضربا من الخيال، بل نجد الجميع يعارضها لكنهم في النهاية يعملون لتنفيذها. صحيفة الحياة اللندنية عنونت: سفير ترامب في إسرائيل مؤيد للقدس العاصمة. وجاء في التفاصيل: بعد أيام على كشف كيليان كونوي مستشارة الرئيس الأمريكي عن ترامب قوله خلال تجمعات خاصة إنه يعتزم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس. تضيف الصحيفة: خلال حملته الرئاسية تعهد ترامب بنقل السفارة من تل أبيب حيث مقرها منذ 68 سنة على غرار بقية سفارات الدول الأخرى إلى القدس بغض النظر عن الاعتراضات الدولية. ومن الأخبار الأكثر تداولاً ما جاء في صحيفة القدس العربي تحت عنوان: ورثه والده 122 مليار دولار فرفضها. تقول الصحيفة في التفاصيل: يبحث أغنى رجل في الصين عن شخص يرث إمبراطورية أعماله الضخمة التي تزيد قيمتها عن 122 مليار دولار، وذلك بعد أن أعلن ابنه الوحيد رفضه أخذ أي شيء من تركة والده، رجل الأعمال الثري والمعروف وانغ جيان لين. تضيف الصحيفة: رجل الأعمال وانغ هو المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة داليان واندا التجارية، وهي مجموعة شركات صينية تضم متاجر ومراكز تسوق وفنادق وحدائق ترفيهية ونواد رياضية، إلا أن مالكها وانغ جيان لين الذي يعتبر أغنى رجل في الصين لديه ابن واحد يدعى وانغ سيسيونغ،
ويبلغ من العمر 28 عاما ويرفض أن يستحوذ على الشركة بعد وفاة والده، كما يرفض الحصول على أي شيء منها في المستقبل. ونقلت جريدة مترو البريطانية في تقرير لها عن وانغ الأب البالغ من العمر 62 عاما قوله: أنا سألت ابني عن خطته للنجاح في هذه الحياة فأجابني بأنه لا يرغب في أن يعيش الحياة التي أعيشها أنا الآن. كتابات الصحفيين والإعلاميين ما تزال تحمل في أغلبها عنواناً واحداً وهو حلب، حيث كتب جهاد الخازن في صحيفة الحياة اللندنية مقالاً بعنوان نصر كالهزيمة في حلب، وقال: لم ينتصر أحد في حلب، والضحية أهلنا من شعب سوريا. النصر في حلب يسمونه نصر الملك اليوناني بايروس، فهو هزم اليونان في معركة حاسمة، إلا أنه خسر خيرة ضباطه وجنوده، وقال: نصر آخر من هذا النوع نكون انتهينا. بعد أشهر من القتال والقتل وتدمير حلب على رؤوس أهلها، خرج النظام ليقول انتصرنا، وأخرج الصليب الأحمر الدولي الناجين من آخر معاقل المعارضة، وبدأ يبحث عن مكان يعالج فيه الجرحى. الجرح في القلب. أسمع وزير خارجية الولايات جون كيري يقول إن النظام السوري ارتكب مجزرة في حلب، ثم أقرأ افتتاحية صحيفة أمريكية عنوانها مدمرو حلب الأسد وبوتين وإيران. هذا صحيح وناقص، فقد كان يجب أن يضاف اسم باراك أوباما إلى القائمة. هو وعد ولم يفي، ووضع خطوطا حمراء لم ينفذ منها شيئا، وكان يستطيع أن يتصدى عسكريا لأطراف القتال ولم يفعل. هو جبان يذكرني جبنه بصدق ما سمعت من قادة الإمارات العربية المتحدة عنه، فهم قالوا إنه وعد وأخلف الوعد وكذب، وإن دونالد ترامب أفضل منه. الآن كيري يقول إن بلاده ستساعد اللاجئين من حلب. كيف ذلك؟ تدفع نفقات دفنهم؟ المنتصرون المزعومون في حلب يقارنون النصر بصمود الروس في ستالينغراد أمام الغزاة النازيين عام 1942. هذا ليس صحيحاً، ففي ستالينغراد كان القتال بين بلدين، أما في سوريا فالقاتل والقتيل في حلب كانا من أهل البلد، والمسلحون من الخارج ما كانوا وصلوا لولا تآمر جانب معهم ضد الجانب الآخر. إذا كان لابد أن نسمي منتصرا في حلب فهو إسرائيل والإرهاب. دولة الاحتلال والجريمة تقتل اليوم أهل فلسطين مع قضيتهم، ولا أحد يسأل أو يحاسب، لأن الخبر اليومي هو حلب ومأساتها المستمرة بحرب أو من دون حرب. عمليات إجلاء السكان المحاصرين في مدينة حلب السورية، بالإضافة إلى تلك المظاهرات والوقفات للتضامن مع أهالي المدينة المنكوبة، كل هذا ستتابعونه في مجموعة الصور هذه. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصحف العربية والصور نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.